تاريخ وتنقيب على الأرشيف واستغلال هذا الأرشيف يعني في مقاربة تاريخية ولكن أيضا جغرافية كارتوغرافية تهتم بأصل المجال بالتراب يعني منذ بداية الاحتلال الفرنسي وإلى تاريخ يعني استكمال وحدة ترابية ديال 1979. هاد الكتابة كتبيننا كيفاش أن المغرب راح ضحية عملية استعمارية كانت نوعا ما غادرة لأنها ادعت نوعا ما تمويه الكذب الاحتيال لاقتطاع أراضي شاسعة من التراب المغربي، خلقت مفهوم ما يسمى بالأرض الخالية أو التي ليست عليها يعني أي سيادة من أجل احتلالها وضمها إلى المستعمرة الجزائر، على سبيل أن المستعمرة هي أرض ستبقى دائما فرنسية، ولأنهم كانوا يعرفون أن المغرب سيخضع لنظام حماية وبالتالي فأنه يعني 30 سنة أو 50 سنة سيستقل، فكان عملية ضم الأراضي كانت كلها لفائدة المستعمرات وخاصة الجزائر أو مستعمرات موريتانيا أو مستعمرات إفريقيا الغربية، فأراضي المغرب يعني اقتسمت لفائدة هذه المستعمرات الثلاث وخاصة الجزائر. أرشيف الفرنسي وأيضا الإسباني يبين على أن هذه الأرض هي أرض مغربية يعني منذ عصور عدة، وأنه حتى زمن الاحتلال والاستعمار والاقتطاع بالخصوص أنها كانت تدار من طرف سلطة مخزنية، وبقية رموز هذه السلطة وبقية النفوذ المخزني حاضرا، لدرجة أن الفرنسيين حين أرادوا إعادة أو إدارة هذه المناطق فاكتفوا بإعادة يعني تبني النظام المخزني، وهو الأمر الذي بقي سريا حتى كشفت عنه هذه الوثائق، وهذا هو دور المؤرخ. العملية كانت نوعا ما صعبة لأنه يجب البحث في آلاف الوثائق والعثور على المعلومة الصحيحة والمفيدة، ومن ثم عملية التركيب تبيان ماذا؟ تبيان على أن فكرة الاستعمار وفكرة الدولة الوطنية الجزائرية هو يتفقان في مشروع واحد وهو التوسع على حساب المغرب والوصول إلى المحيط الأطلسي. وثائق المتعلقة بالحكومة الجزائرية في بدايتها أو حتى قبيل استقلال الجزائر، وثائق بينت على أن كان هناك تحامل، كان هناك مشروع لبومدين وهو متواجد بالمغرب، كان يرسل ضباط إلى جهة المحبس للقاء الإسبان من أجل خلق جبهة موحدة تمنع المغاربة من التقدم في اتجاه يعني تحرير المنطقة المحتلة من طرف إسبانيا أو لتحرير تندوف ومناطق أخرى.